السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. واخا هذا الفيديو جا شويه متاخر، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعواشكم مباركه. كما كتشوفوا اليوم كان ذكرى المولد النبوي وما كاينش شي احتفالات او طقوس. مهم شريت شويه الحلوى وغنفطروا دابا. وهنايا فطرنا، حطيت شويه الحلوى والخبيز والفرماج. مهم صراحه ما درتش شي حاجه للفطر، ما صورتش لكم الغداء، كنت مسح ليا صافي. درت غدا عادي مريقه وصافي تغدينا. ومن بعد عاد جا عندي خويا ومراته، جاو يباركوا ليا العواشر وصافي حطينا هكذا الكوتي. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ العواشر مباركه. المهم بغيت نوريكم الجليبه ديالي، اختاريتها خفيفه، يعني الخياطه ديالها خفيفه كما كتشوفوا، وفيها هكذا هاد الشويشيه وهاد الصنعه. المهم تقليدي مع عصري، ونفس الوقت التوب ديالها سخيخن كما كتشوفوا، ديال الجليبه. واختاريت معاه هاد الشال، هذا زلاتو ليا ايه خفيف، نسمة نقدرش على الشيلان سخونين، ديت هذا واخا صيفي. المهم على حسابي انا بحال هكدا صافي. ولبست معاها لي بوط، هاهو مبقيتش لي صورلي صافي. معرفتش هاد اللوين حيور تبسليا وفيها الغزال الفضماء. تعشيت مع ماما وخا قالت لي ما تصوريش الطابله ما مقاداش، ولكن انا كيعجبني نصور اي حاجه. هنا غادي نشربوا عند الحريره وغنمشي. مبروك القمة من يديك، فارك انتي لي بهرة بهرة، صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غنصايب معكم واحد الكيكه كتجي صراحه زوينه بالتفاح، ودائما كنشاركها معكم، قلت عاوتاني نشاركها معكم، اللي هي فيها كاسونز ديال السكر سنيده، وفيها كاسونس ديال العنبه، وفيها الحليب كاسونس ديال الحليب، حتى لجوج كيسان الحليب، فيها كاس صغير ديال الزيت، وفيها جوج ديال البيضات، غادي نجيبو البول، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت، حيت هو اصلا ديال الطيفون ما كيلصقش. وغادي نجيبو غادي غادي نزيدو جوج كيسان ديال الطحين، جوج كيسان، ثلاثة الكيسان ديال الطحين،
وغادي نديرو غير خماعه حيت ما بغيناهاش تجينا طالعه بزاف باش يذوب التفاح مي تخباش فيها تجي باينه. غادي نجيبو المول غنرشوه بالطحين كما قلت لكم هو ما كيلصقش ولكن انا ضروري كندير هكذا باش نتفادى اي مشكل ما نضيعوش داك الطحين شويه هكذا. غادي نجيبو هاد الكيكه هادي زوينه هاد الكيكه البنات كتجي بحال شي طاقه نزوقها هكذا انا جبت الموس حيت شي وحدين درتهم غلاض هاد الكيكه هادي كانت كديرها ماما مي كتصايبها كتعاود تكب عليها كاس الحليب وكترشها بسنيده انا لا انا غندير لها غير بحال هكذا وغادي نخليها حتى طيب وغادي ندهنها بالكونفيتور ديال التفاح اللي صايبت معكم ما عندكمش كونفيتور ديال التفاح ممكن ديروها غير بالعسل او كونفيتير باش عطانا داك اللمعه بغيتو ترشوها بسنيده رشوها ودابا غادي نديها للفران كيكه البنات ها هي وجدات
غادي ندهنها هذاك الكونفيتير نيت. هاي الكيكه ديال التفاح جات غزاله صراحه. المهم شاركت معكم هاد الكيكه من نهار اللي ما عمرها جربتها تجربها وترد عليا الاخبار، وكتجي لذيذه بزاف، ونفس الوقت هادي غتكون فطور نهار الصباح عليكم مع هاد الغديوه ديال الشتا. نيت كان تاني عيد، كانت البرد والشتا، فشويه شويه السردين والبيصاره، ونقول لكم مع السلامه.